صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. من سنتين تقريبا قررت انا وثلاث اصحابي نروح البلاج، وقضينا وقت جميل جدا وصورت حاجات كتير قوي في البلاج، كان بنفس التيشيرت ده من اكتر من سنتين. النهارده انا هوريكم يوم البلاج، الناس بتتعامل ازاي، وكان معايا يوميها القارب ذكريات جميله. لو حابب ان انت تتفرج على هذه الذكريات معايا اتفضل، وما تنساش تعليقك المحترم المهذب الجميل، ولو بتشوفني لاول مره اتمنى تشترك في القناه. يلا بينا نشوف عملنا ايه في البلاج.
كان يوم جميل، كانوا اصدقائي معاهم اختهم بنت صغيره، وقضينا يوم جميل قوي 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 من الذكريات الجميله اللي قضيتها داخل اوكرانيا. اتمنى اللي انا بعمله يكون بيعجب حضراتكم. اتمنى لكم يوم سعيد، صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، السلام عليكم.